السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى يا ربي يلقاكم في احسن الاحوال كيف ديما. اليوم غنحضروا مع بعضياتنا طبق مغربي كيف تعودت معكم ديما، وهو طبق الدجاج البلدي مخضر بالزيتون سلالة. طريقة سهلة وكيجي زوين، نقدروا نحضروا به حتى المناسبات، ولا كانت عندنا شي عرضة ولا شي حد عزيز علينا يمكن لينا نعوضوه بلادان بيبي ولا دجاج رومي. المهم انا هنا خديت الدجاج وغسلته ونقيته وخليته بات ليله كامله، وخديت معاه واحد ربعه البصلات مشلضات قطعتهم رقاق بحال هكا، ربعه البصلات كبار. هنا كانوا عندي جوج فرارج بلديين، عندي البزار، سكينجبير، الملحه، ثومه، كان عندي الخرقوم البلدي، القرفة عواد، واحد شوية الربيع ما غنكترش بزاف، تقريبا واحد جوج معالق، حامضة مصيرة، وعندي هنايا بسيبيسة اللي كنديروها في الدجاج وكتجي زوينة كيف قلتها لكم شحال من مرة، كتجي خطيرة في الدجاج وكتعطي داك اللون ديال التحمر. وهنا خديت واحد الكاس الماء اللي رقدت فيه زعفران شعرة، وبطبيعة الحال عندي الزيت الرومية والزيت العود والملحة. اليوم على بركة الله غادي نحضروا شرمولة ديال الدجاج اللي كيجي صراحة كي قلت لكم غزال ولذيذ لذيذ ما تشبعوش منه. صافي هنا غادي ناخذ تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال سكينجبير، انا كي قلت لكم هنايا المقادير ديال واحد جوج فريرجات يعني ماشي كبار ديال الدجاج البلدي، واحد معلقة صغيرة ديال البزار، وهنا عندي معلقه صغيره خديت هذه الخرقوم البلدي، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال ديك بسيبيسه، وهنايا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. انا ما كنكثرهمش باش ما يطلقوش ليا داك الخضريه داك اللون هذا، انا بغيتهم غير البنه، واللي بغى يربطهم يربطهم ماشي مشكل. وهنا خديت واحد المعلقه ديال عامره ديال السمن، وعندي هنايا ثومه حتى هي واحد خديت واحد خمسة الفصوص اللي حكيتهم بهذه الطريقه هذه، اللي بغى يقطعهم يقطعهم، لكن انا كنفضل نحكهم مش ما يبقاوش داك المرصوات هكا كبار. صافي كنحك الثومه ديالي ونرجع معكم. كانت مودره ليا الصراحه، مودره ليا باش كنحكى. انا هاد الحكاكه البنات كنت خديتها من دولاراما، كنت طلبته مني نشارك معكم اي حاجه خديتها منين، انا كنت خديتها كنت لقيتها في دولاراما. وهنا غادي ناخذ واحد الحامضه مصيره، بطبيعه الحال نحيدوا لها العظم، وغادي ناخذ غير داك اللب ديالها الدخلاني هو اللي غادي نحتاجه. صافي كيف كتشوفوني هنا كنقيه، نحاول ما نخلوش داك العظم باش ما يمررش لينا الشرموله ديالنا. انا واحد هنا طاح ليا شفتو، غادي نهزو نعاود نقي ثاني مزيان، وناخذ غير داك اللب ديالو. ومني غنكونوا نضيفوا الملحه نردوا البال، لان عندنا المصير وعندنا السمن، الا كان عندنا السمن حار حتى هو يا راه حتى هو مالح نردوا معاه البال. صافي كنبقى غير بهكا بشويه كندور عليها حتى كناخذ داك اللب ديالها. اللي بغى يدير القشره غيدير نص حامضه، الا كنتو غديروا حامضه بالقشره ديالها غديروا النص ديال داك الحامضه، ما غديروش حامضه كامله. وكيف كتشوفوا الحامضه كتعدي شويه صغيره ماشي كبيره. صافي غنستمر في هذه العمليه هذه حتى ناخذ العصير الحامض او اللب الحامض اللي بغيت. صافي هنايا غادي نضيف عليهم داك الكاس اللي عمرت بالماء ديال الزعفران شعره، اللي ما عندوش زعفران شعره يمكن لينا نعوضوه كي قلت لكم بالضامة، حتى هي كتجي زوينه وكتعطينا لون زوين. صافي ونزيد عليه تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، واحد ربع كاس ما كاملاش ديال الزيت روميه، ونخلط مزيان. في هذه المرحله هذه ما كنضيفوش البصله، غير كنحتفظوا غير بالعطريه بحال هكا، كندوبها ما بين صبع يديا بحال هكايا باش كتنسجم ليا كلها يعني كتخلط مع بعضياتها. وداك الحامض كنحاول حتى هو نقطعه مازال بيديا باش يدوب ليا مع هذيك كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، باش يدوب ليا مع داك العطريه كامله بهذه الطريقه هكايا. يعني كتشوفوا الا كنحس بشي حاجه مكركبه ومن هنيت كنفيريفي واش عندي شي عظمه ولا شي حاجه ديال الحامض دازت ليا هكايا، باش كنضمن بان الشرموله ديالي تكون مزيانه.
صافي هنايا من بعد ما تاكدت بان كل شيء انسجم ليا نبدا ناخذ هاد الحيمات هادو ونبدا نشرمل فيهم. كي قلت لكم ممكن لكم تعوضوه بالدجاج الرومي، يمكن لكم تخليهم هكاك صاينين، انا صراحه بغيتهم بهذه الطريقه هذه مقطعه حيت غنعاود نديرهم في الطاجين. صافي كنبدا كيف كتشوفوا كنحاول ندير افتحات في داك الحيمات باش كندخل داك العطريه كامله تنهز الجده حتى هي كنشرملها. بحال غندير الدجاج المحمر بالدجاج الرومي، يعني حتى هو هذا البلدي هذا كان نديروا ليه كيف غير حقه من العطريه. دونك انا غناخذ هاد الاجزاء اللي عندي ديال الدجاج وغادي نشرملهم مزيان مزيان. الا كان عندكم الوقت يمكن لكم تخليه ليله كامله يبات في هاد الشرموله هذه. انا الصراحه خليتوش النهار كامل او الليله كامله، انا خليته غير واحد لوقيته على ما غسلت الماء نجمعتهم ورجعت رديته وجا بنين بنين، لان حنا معطرينه وكاينه العطريه يعني غادي يجي جديد. يعني الا كنا مزروبين كي قلت لكم ما نحتاجوش نخليوه في الثلاجه ولا يبات ليله كامله، يعني راه مشرمل وتا داك اللحم راه غادي يشرب في الطياب غادي يشرب العطريه ديالو. صافي من بعد كنتاكد بانني شرمت كل شيء غادي كي قلت لكم غنخليهم واحد ساعه المكانه، حتى لا بغيتو في نفس النهار تقدر تخليهم ساعتين حتى ثلاثه السوايع راه كيجي مزيان كيجي شارب، خصنا غير نعطيو حقه في العطريه راه غادي يجي زوين. غنخليه على جنب نغطيوه بواحد الفيلم اليمونتير ونحطو في الثلاجه ولا في شي بلاصه اللي ما تكونش سخونه. صافي انا هنا الدجاج ديالي الصراحه هذا المقطع نسيتو مسحتو، حطيته غير في الكوكوت تمايا وزدت عليه داك ربعه البصلات، يعني ما كانش شي حاجه اللي دوزتها، حطيته غير هكاك حطيته هو الاول ومن بعد عاد حطيت فوق منه البصله. وكيف شفتوا درت كاس فاش دات العطريه كاس ديال الماء، ومن بعد هذاك التبصيل اللي خلطت فيه الدجاج زدت فيه غير شويه الماء، وانتم كتشوفوا غنبدا نقلب بحال هكايا. علاش كندير هذه الطريقه؟ لانني انايا غتشوفوني ما غاديش نقليه، غادي نسد عليه في الكوكوط وغندير عليه على نار مهيله، يعني ما غاديش يطول بزاف. صافي غنزيد عليه ثاني واحد شويه ديال الماء، هنا كنشوف لان كيف كتشوفوا معايا ما مغطيش بالماء والدجاج البلدي يعني كيبقى كياخذ شويه طياب. صافي وغادي نزيد عليهم داك عويدات ديال القرفه اللي كيبغيها، راه كتعطي واحد اللذه زوينه غير ما ديروهاش مدقوقه. هنا كنوريكم شوفوا راه ما كاينش الماء بزاف، يعني غنعتمد غير على داك شويه الماء اللي درت مع البصله هي غادي تطيب، وغنخلي على نار مهيله غادي تطيب وغتطلق ليا الماء. شوفوا هنايا انايا بدا كيطلق ليا الماء داكشي اللي بغيت ما نكثروش الماء، هادشي علاش انا شديت البصله وشلطتها مزيان سواء بيديكم سواء بهذا. صافي خليته كيطيب على نار مهيله، ومن بعد من طاب ليا شديته وغناخذو نقلبوه هنايا في الطاجين بهذه الطريقه هذه نستفهم. كي قلت لكم تقدروا ديروه في الطنجره الا كنتو بغيتوه صاين، انا صراحه بغيت نقدمه للضياف ديالي بهذه الطريقه هذه. وكتشفتوا داك الدغيمي راه كي جات محمره، وهنا غناخذ هذاك الزيتون الخضر وغادي نزوقو. تقدروا تزيدوا معاه حتى البيض واللوز حتى هو اللي بغاه كيبقى اختياري، انا اكتفيت غير بالزيتون بغيتو طاجين يكون تقليدي دايز والكلام ديال داكشي ديال البلاد كيجي غزال 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 ما شهيتكم فيه. شوفوا اللون شوفوا الدميعه كيفاش بقات، ما تكثروش الماء حيت قلت لكم انا واخده اربعه ديال البصلات كبار. هنايا كنحضروا كنحضروا السلطه اللي صراحه كان ما كانش عندي الوقت باش اني نصورها، ولكن قلت غادي غنبارطاجي معكم الطريقه ديال التزيين. يعني خدينا الروز سلقناه ودرناه بالمايونيز، وخديت هكا لي شامبينيو هذوك البنات كيتباعوا شامبينيو جاهز زوين زوين بزاف، كيكون مرقد بواحد الاعشاب اللي زوين. انا كنت خديته من ماكسي لقيته في ماكسي مي كنظن راه متوفر في جميع المحلات. خديت البروكولي خديت شويه الباربا خديت واحد شويه ديال لي بات ملونين وسلقتهم وكنديروا معاهم المايونيز، وسلقت البطاطا حتى هي صغيره وتا هي درت لها الشرموله ديالها. هذه كتبقى غير فكره اللي كيبغي سلطه، يعني قلت انا ما نصورهاش لان فهمتي غادي غنسلقوا الخضره، بغيتكم هنا غير تشوفوا معايا لا بريزونطاسيون ديالها كيفاش درت كيفاش درنا ليها.
درت الباربه بحال هاد الشكل هكا، ودرت خيزو داير عليها، وهنا داك البطاطا هكاك خليتها صينه، ودرت لها شويه الربيع والكمون وواحد العطريه منسمه كتباع في كوسكو، فيها اليزير وفيها شويه الحار وفيها الزعتر، يعني كتباع راه منسمه. وكتجي بهذه الطريقه هذه كتجي غزاله 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 زوينه، حتى في المنظر كتبان همويه. صافي، هنا غنرجع للطاجين ديالي. ذوقتو بداك الحامض اللي قطعت، انا قطعته غير هكاك عشوائي، كي قلت لكم بغيت ماشي شي حاجه غنديروها بريستيج، ولكن شي حاجه اللي تقليديه بلديه، يعني لا سالاد وي تكون شويه كيف كنقولوا ملكيه، ولكن هذا طاجين بغيتو تقليدي. كيف كتشوفوا، شوفوا اللون كيفاش جا، كيفاش محمر، ما دخلتو لا فران لا والو، هو محمر براسو براسو ملي كان كيطيب، غير هو ما تجهدوش ليه العافيه. انا درتو في الكوكوط باش يطيب ليا دغيا، ولكن راه الدجاج ديال هنا ديال كندا دغيا كيطيب الصراحه، ما كياخذش الوقت بزاف، واخا في الكوكوط انا كان عندي ضيق الوقت، حتى شديت عليه في الكوكوط، ما غير في الطنجره ولا نار مهيله راه غادي يطيب. صافي، كنخليه هنا بحال هكايا، منها كيسخن لي الطاجين اللي حطيت فيه، ومن حتى هو هذاك الدجاج كيتبنن بداك اللذه ديال الطاجين. وهنا قدمت المائده ديالي، هنا حضرت، كانت عندي حتى السفه، كنت حضرت السفه وداك الشلاضه وشويه زعلوك، وحلقنا على الميده هكايا يا زوينه بتقليديه. نتمنى من الله الفيديو ولا الافكار ديال اليوم تعجبكم، وان شاء الله نبارطاجي معكم السفه، ونبارطاجي معكم حتى ان شاء الله الا بغى الله انايا لا سلطات كي قلت لكم، غير كنسلقوا الخضره كلكم تبارك الله ما شاء الله عليكم، كتعرفوا كيفاش تصور هادشي. هنا شوفوا الدجاج كيفاش جا طيب وكيفاش جا معلك ووقف يدامو، زبده زبده كيطيب. هنا الدجاج البلدي عندنا راه كيتباح عند بعض المحلات ديال العرب، انا كناخذو من عند واحد المحل كاين في جون طالون، واحد القزه اللي صراحه الحمودي من بنين، شوفوا كيفاش داير. وضروري من بعد العراده ديالنا، من بعد ما كلينا الطويجين ديالنا، الكليسه مغربيه بكويسات والفاكهه، وبطبيعه الحال الفقاس المغربيه. سلام، ونتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يتنال اعجابكم، وبغيت نشكركم كاملين على تعليقكم الزوينه في الفيديو ديال الملوي، كنقول لكم شكرا البنات، شكرا لكم بزاف، ونتمنى من الله نكون دائما عن حسن الظن ديالكم. واللي باقي ما تابوناش في القناه عندي، تابونا باش يوصلوا الجديد، وبارطاجيوها كيف كنقول لكم ديما باش تعم الفائده، وشكرا لكم، شكرا لكم بزاف، وعواشركم بروكه.